كده رسمي رسمة نبدأ النهاردة مع بعض شرح آخر الأساليب اللي عندنا، شرح قاعدة جملة إسمية وجملة فعلية. هنيجي نعرف طبعاً إحنا كنا دي أي كلمة فيها ألف لام تعتبر إيه؟ أي كلمة فيها قبلها حرف جر تعتبر إيه؟ أي كلمة فيها تنوين تعتبر مفعول إيه؟ أي كلمة فيها ياء ملكية تعتبر إيه؟ أي اسم إنسان إيه؟ حيوان إيه؟ نبات إيه؟ جماد إيه؟ بلد الصفر لما كنت طويل قصيره دي برضه ايه؟ تعالى احنا نعرف الفرق بين الجمله الاسميه والجمله الفعليه، وازاي نعرف الجمله الاسميه والجمله الفعليه، وازاي تحول من جمله اسميه لجمله فعليه، ومن جمله فعليه لجمله اسميه. اول حاجه هناخد الجمله الاسميه. هي التي تبدا بإسم، الجملة الفعلية هي التي تبدا بدأت باسم ولد. الله ينور عليك. حتى يعني مش عارف يعني جملة اسمية وجملة فعلية. طب تيجي نديكم جملة ثانية. الطفل يكتب. مين يقول جملة اسمية ولا جملة فعلية؟ اسمية. ودي جملة اسمية. ليه ودي اسمية؟ فيها ألف ولام. ممتاز. يعني دي إيه؟ وبدأ يدور وتعتبر جملة اسمية، أنت بدأ عايز تحولها لجملة فعلية. مين يقول لي أعمل إيه؟ أدور على إيه عشان أبدأ بفعل؟ على الفعل. اللي هو فين الفعل؟ يبكي. يبكي. يبقى أقول إيه؟ يبكي. الطفل. دي بقى جملة دلوقتي جملة اسمية ولا جملة فعلية؟ فعلية. جملة فعلية. مين هي اللي مش عارف الفرق بين الجملة الفعلية وجملة الاسمية؟ ادي امثلة مثال مع بعض. بصوا بقى حبيبي السؤال بيجي ازاي؟ بيجي يقول لك ايه؟ بس زي ما غلطت كده. حول الجملة الفعلية إلى جملة اسمية، والاسمية إلى فعلية، يعني حول الجملة الاسمية هي فعلية والعكس، الفعلية هي اسمية والعكس. هنعمل بالنسبة للجمل مع بعض. الكلاب تحب مدرسة هاي. الكلاب تحب مدرسة هاي.
الولد لا يكتب رامي لافتة الفن يكتب رامي لافتة الفن جمع أحمد المهملات اليتيمات جمع أحمد المهملات الولد قام بجمع أوراق الشجر الولد قام بجمع أوراق الشجر دي كانت كل أربع غرف هنشوف بس مين اللي فاهم مين ما فاهمش. الأول حد من وراي الأم، الأول حد إيه؟ من وراي الأم، أي فتاة. هنا وراي الأم هي بدأت إيه ولا بدأت فعلا؟ أي أنا لسه قايل أي كلمة فعلا فلان تعتبر إيه؟ أي كلمة فعلا مربوطة تعتبر إيه؟ أي كلمة فيها تنوين تعتبر إيه؟ أي كلمة فيها يا ابن السيرة برضه تعتبر إيه؟ أي اسم إنسان، حيوان، نبات، جماد، صفة، أيام الشهور، البلاد، أيام السنة، إيه تاني؟ بس. فنيجي بقى نعرف الفتاة تحب مدرستنا، الفتاة تحب مدرستنا، الفتاة تحب مدرستنا، أي، لما أنت أي كلمة فيها ألف ولام تعتبر إيه؟ لا الكلمة دي كلها إيه؟ اسمية. اسمية، أحولها الكلمة الفعلية. مين يحولها لي؟ تحب الفتاة مدرستها ازاي عملتي؟ اخدت الفعل حطيته في الاول هو مين هذا الفعل؟ الفتاة ولا تحب ولا مدرسة؟ تحب تحب اقول ايه؟ تحب الفتاة مدرستها ممتازة طب مين يقول الجملة اللي بعد يكتب رامي لافتة يكتب رامي لافتة يكتب بس باين حاجة بيعملها هو عمال يكتب يبقى اسمه ولا ساعة؟ ساعة يعني جملة ايه؟ علي احولها لكلمة اسمية بقى رامي يكتب لافتة ممتاز رامي ادور على الحكم اللي هكتب بيه اللي هو هلاقي الحاجة دي اقول ايه؟ رامي يكتب لافتة طب اللي بعد كده جمع احمد المهملات اللي هي اسمها الزباله مين يقول لي جمع ده اسمه ولا بتاع جمع ده وصل هو حاجه بيعملها هو عمل كلمه يبقى اقول ايه مين يعملها ايه احمد جمع المهملات ممتازه احمد يعني هي جمله فعليه هحولها لايه؟ اسميه ادور عليه احمد ينفع المهملات جمع احمد؟ لا لازم برضه وانت بتحول الجملة تديله جملة واضحة وصريحة وليها معنى وان انت تعرف تقراها صح. أحمد جمع المهملات. طب آخر حاجة الولد قام بجمع أوراق الشجر. الولد احنا لسه قايلين أي كلمة فعلا فلان تعتبر إيه؟ الولد وصل اسمية ولا فعلية حبيبي؟ اسمية. اسمية. هحولها لفعلية، مش هقول لها حولها لفعلية إزاي؟ أقول إيه يا حبيبتي؟ قام الولد بجمع أوراق الشجر. ليه قلت لي قام؟ عشان فعلا. الحاجة الوحيدة كانت بجمع دي إيه؟ عشان دي أوراق الشجر. أوراق برضه إيه؟ عشان إيه؟ أنا لو قلت قال أوراق تنفع. الشجر برضه فيها ألف ويا برضه إيه؟ الحاجة الوحيدة اللي بعملها فعل قام. قام. أقول إيه؟ قام الولد. الولد بجمع أوراق الشجر. وكده يبقى خلصنا شرط ايه؟ الجملة الاسمية، احنا اتفقنا الجملة الاسمية هي التي تبدأ بإيه؟ تبدأ بإيه؟ والجملة الفعلية هي التي تبدأ بفعل، سواء فعل ماضي أو فعل مضارع، الاثنين صح. وكده يبقى خلصنا إن شاء الله درس ايه؟ جملة
وخلصنا الاساسي اللي هو النحو العادي.